لطيف المعشر مبتسم دائماً، قليل الكلام ومنهجه الغموض، رجل دبلوماسي بامتياز، فهو الاسم العربي الأكثر شهرة طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. مصروفه اليومي مليون دولار بحسب تقرير نشرته مجلة التايم. وتخلد اسمه كرجل للحرب والمهام الصعبة، فجمع ثروته من صفقات بيع الأسلحة في العالم. هاجمه صدام حسين ووصفه الإعلام العراقي بالخائن، وتسابقت عليه فنانات ونجمات هوليوود ليتخلى عنه الجميع بعد إفلاسه ويموت وحيداً. إنه الملياردير السعودي عدنان خاشقجي. ولد عدنان عام 1935 في مكة المكرمة، وكان الأكبر بين إخوته عصام وسميرة. والده محمد خاشقجي الطبيب الخاص للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، وشغل والده لاحقاً منصب وزير للصحة. تزوجت أخته سميرة من الملياردير المصري محمد الفايد، وأنجبت من هدود الفايد الذي لف الغموض وفاته عام 1997 في حادث سيارة في باريس مع الأميرة ديانا، بعد أن جمعتهما علاقة غرامية. رغم براعته في عالم المال، لم يكن عدنان خاشقجي متميزاً في دراسته، فدرس في كلية فيكتوريا في الإسكندرية بمصر، ثم انتقل ليكمل دراسته في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكمل أكثر من عام واحد حتى انتقل بعدها لعالم الأعمال والمال. الأشهر والأغنى عالمياً. جاءت شهرة عدنان خاشقجي من الأدوار التي لعبها كوسيط في صفقات بيع السلاح بين دول الخليج والشركات البريطانية والأمريكية. ومن أشهر صفقاته عملية اليمامة، والتي بادلت فيها المملكة العربية السعودية النفط بالسلاح مع بريطانيا، وبلغت قيمة الصفقة آنذاك 20 مليار دولار أمريكي. وأشارت تقارير أن ثروة خاشقجي بلغت 4 مليارات دولار أمريكي في ثمانينيات القرن الماضي، وبلغت 40 مليار دولار عام 2005. تميز عدنان خاشقجي دائماً بأرقامه القياسية، فامتلك أكبر يخت في العالم يعمل فيه أكثر من 600 ملاح وعامل، وفيه 4 مهابط للطائرات، وتم فيه تصوير مقاطع من فيلم جيمس بوند. بالإضافة إلى أنه كان يمتلك 12 قصراً أهمها في مصر ومدريد ولندن وروما. وفي مقابلة أجراها عام 2008 وصف خاشقجي حياته بأنها معتدلة، فهو ينفق سنوياً 30 مليون دولار، أما دخله السنوي فيفوق 300 مليون دولار، أي أنه ينفق فقط 10% من أصل دخله، وهذا ليس بكثير أبداً. ملك الحفلات وزير النساء. تزوج عدنان خاشقجي من الإنجليزية ساندرا ديلي، والتي اعتنقت الإسلام وغيرت اسمها لثريا، وأنجب منها 5 أبناء، وانتهى زواجهما عام 1974، ليعود عدنان خاشقجي بإثارة الرأي العام بدفعه لأكبر عملية تسوية طلاق في التاريخ حينذاك، إذ بلغت قيمتها 875 مليون دولار. تزوج مرة ثانية عام 1978 من لورا بيان كوليني التي عرفت باسم لبياء، وأنجب منها ابنه علي. وانتشرت الإشاعة حول زواجه من عارضة الأزياء جيل ويليامز، بالإضافة إلى علاقته العاطفية العابرة بعارضة الأزياء هيثر ميلز. وبعيداً عن حياته العاطفية، عرف عدنان خاشقجي بحبه القمار والحفلات الصاخبة التي تسيل خلالها أنهار الشامبانيا، بحسب وصف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ومن الحفلات التي تصدر فيها المشهد يوم ميلاده 50، الذي أقامه في مزرعته التي تبلغ مساحتها 5000 فدان، والتي تقع على شاطئ ماريبيا في إسبانيا. وحضر الحفل 400 شخصية عالمية، ووصف الحضور الحفل بأنه الأضخم في العالم بعد حفل تنصيب لويس 14 كملك لفرنسا. ولتغطية صفقاته المشبوهة، قام عدنان خاشقجي بتأسيس شركة في سويسرا ليتقاضى عن طريقها عمولات بيع السلاح، وليطور علاقاته مع الأشخاص المهمين في العالم. فمن أشهر معارفه رجل الأعمال الأمريكي بيبرو بونزو، والذي كان صلة الوصل بين عدنان خاشقجي والرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون. فضائح بالجملة. بالرغم من علاقاته الواسعة وشهرته في عالم المال والأعمال وترفه المبالغ فيه،
لم تخل حياة عدنان خاشقجي من المشاكل والمتاعب ومن القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً تورطه في عملية إيران كونترا، حيث كان الوسيط في عملية تبادل الرهائن للأمريكيين المحتجزين في لبنان. وتصدر اسم عدنان خاشقجي أيضاً عام 1985 الصفقة التي تمت بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران في بيع ما يقارب من 3000 صاروخ تاو مضاد للدروع، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للطائرات خلال الحرب العراقية الإيرانية، ما دفع صدام حسين والإعلام العراقي لمهاجمته ووصفوه بالخائن. لم تشفع له علاقته الوطيدة بالرئيس نيكسون، بالإضافة إلى وساطته الدائمة لصفقات الولايات المتحدة الأمريكية لبيع السلاح من دعاوى القضاء الأمريكي، حيث اتهم بغسيل الأموال لصالح زوجة الدكتاتور الفلبيني السابق إيميلدا ماركوس. وحتى بعد وفاته عام 2017 عاود اسم عدنان خاشقجي للظهور مجدداً بعد تحقيق القضاء الأمريكي في قضية الملياردير جيفري إستن المتورط بإدارة شبكة لدعارة القاصرات. فقد تبين عمل جيفري إستن لحساب خاشقجي باسترداد أمواله التي استولى عليها قراصنة أفارقة. انهيار امبراطورية عدنان خاشقجي. ولأن المصائب لا تأتي فرادى، تعرض عدنان خاشقجي للعديد من الصدمات المالية المتتابعة، كان من أكبرها غرق مناجم النحاس والألماس الخاصة به في ولاية يوتاه الأمريكية، حيث قدرت خسارته آنذاك بمليار ونصف مليار دولار. اضطر على إثر ذلك لبيع يخته لسلطان بروناي، والذي باعه بدوره لدونالد ترامب. توالت الصدمات والخسارات المالية بعد أن ملأ اسم عدنان خاشقجي العالم، انهارت مملكته شيئاً فشيئاً. ففي عام 1997 غرمته محكمة في باريس بغرامة مالية قدرت بمليون ونصف مليون دولار، وذلك لدوره في تهريب 37 لوحة من فرنسا عام 1986. وفي عام 1998 عقد خاشقجي تسوية مع كازينو فندق ريتز في لندن الذي طالبه بمبلغ مقداره 8 ملايين جنيه استرليني لديون مقامرة. توفي عدنان خاشقجي في 7 حزيران عام 2017 وهو يتلقى العلاج من مرض باركنسون في العاصمة البريطانية لندن، عن عمر يناهز 82 عاماً قضاها في السفر بين البلاد وتحقيق ثروة كانت الأشهر والأضخم في القرن العشرين. وبالرغم من ضخامة مملكته المالية، إلا أنه توفي مفلساً يتلقى العلاج على حساب أحد رجال الأعمال السعوديين. وقبل وفاته بسنتين نشرت له صورة في مطار جدة وهو على كرسي متحرك عندما كان عائداً لبلاده على نفقة رجل أعمال سعودي. كانت صورته تعتبر الأكثر جدلاً بعد ظهور رجل القمار والمهام الصعبة منكسراً ضعيفاً. فعدنان خشق جسم ملأ الدنيا وقد شغل الناس، لكنه لم يعد كذلك. جعل له في كل بلد منبع مال، ولكنها جفت اليوم وأصبح هو ورجاله السابقون تحت الأرض دفع ثمن غيابهم، لأنه كان حاضراً بشخصه معهم وأثبت أن قوته لم تكن سوى بهم للوصول إلى المال.